إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى المحور الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، راح نتكلم عن الإنجازات الرياضية العراقية. لهذا من ضمن الإنجازات العراقية الرياضية العراقية في المحافل الدولية حقق أبطال المنتخب الوطني العسكري العراقي لمتحدي الإعاقة وجرح الجيش إنجازات رياضية في بطولة العالم العسكري في هولندا لاهاي التي جرت في الشهر الرابع من سنة 2022. نعم، وذلك في فعاليات متعددة وهي ألعاب القوى أيضا للمعاقين والسباحة ورفع الأثقال والقوس والسهم. ولقد حقق فريق ألعاب القوى 4 ميداليات، 2 فضية و2 برونزية، وذلك ضمن ألعاب السباحة ولعبة الأثقال. وشهدت أيضا البطولة تنافس كبير، وكانت المشاركة من أغلب دول العالم، أوروبا وأمريكا وأستراليا، وكان عدد الفرق ما يقارب 20 دولة. ومن الدول العربية أيضا المشاركة كان حصة للعراق والأردن والإمارات العربية المتحدة. وشهدت هذه البطولة أيضا التصنيف الطبي والوظيفي الرياضي العسكري للرياضيين العسكريين الجرحى. ولأجل معرفة تفاصيل أكثر عن إنجازات العراق في هذه البطولة، نستضيف العقيد أحمد جودي، مدرب قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا الكابتن سعد الدخيل، الدكتور سعد الدخيل، مدرب المنتخب الوطني العسكري لألعاب المعاقين لنادي الجيش. سعد مساكم، نورتونا لهذا اليوم، الشباب نورونا أيضا. يسعد مساكم، نورتونا، حياكم الله. أكيد بالبداية حابين نتعرف على الإنجازات الرياضية في هذه البطولة، بطولة العالم العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنه هذه البطولة هي من البطولات الدولية على مستوى العالم اللي شارك بها المنتخب الوطني العسكري قسم الاحتياجات الخاصة في نادي الجيش في فعاليات متعددة، منها فعالية ألعاب القوى وفعالية السباحة وفعالية رفع الأثقال والقوس والسهم. حقيقة هذه البطولات يعني تعتبر من أهم بطولات اللي متحدي الإعاقة اللي خاصة بالأبطال الجيش على مستوى العالمي. هذه البطولة كفريق ألعاب قوى، كمدرب ألعاب قوى بإشراف الأستاذ عقيد أحمد جودي رئيس القسم قسم الاحتياجات الخاصة في نادي الجيش، حققنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود مكثفة أن نستطيع أن نحصل على 3 أوسمة فضية ووسام برونزي. الله يبارك فيك. الوسام الفضي كان لبطلنا سيف، والوسام البرونزي الله يبارك فيك وسام، وأيضا حقق بطلنا ياسين فضية، وبطلنا عماد أيضا الميدالية البرونزية. هذه على مستوى ألعاب القوى. وحميد عبود أيضا البطل المكفوف، هو رائد بالجيش العراقي ومكفوف، حقق الميدالية الفضية في فعالية رمي الثقل. جيد. أستاذ أحمد، ممكن أيضا تحدثنا أكثر عن دورك في هذا المجال، وأيضا عن تدريبك ممكن للاعبين اللي موجودين وهم يعتبرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، كونك عذرا أنت مدير ومسؤول عن هذا النادي. أريد نعرف تفاصيل أكثر، ومتى تقام هذه اللعبات، وتحديدا من الداعم الأول لهم حتى المشاهد يكون عنده علم ودراية أكثر عن هذا الموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الداعم الأول هو رئيس الهيئة الإدارية لنادي الجيش الرياضي، هو السيد وزير الدفاع المحترم. وأيضا عضو الهيئة الإدارية والمشرف على النادي هو الفريق سمير، أمين سر رئاسة أركان الجيش. والسيد رئيس أركان الجيش المحترم كانوا الداعمين الأساسيين إن في هذا المجال. وإحنا الحمد لله والشكر يعني عندنا فرق، عندنا تنس طاولة وهاي، بس البطولة يعني حددتنا بأنه نشترك بأربع لعبات فقط، اللي هي أيضا السباحة، حصلنا وسام عن طريق أبو بكر الصديق، حصل وسام فضي تغلب يعني على أسترالي وعلى كندي وعلى شنو كانت نوع إعاقة، عذرا الإعاقة اللي موجودة بالإعاقة عنده بتر من فوق الكتف، فوق مستوى فوق المرفق. نعم، يعني يسموه بتر فوق المرفق. بتر بالساق، يعني سباحة بيد اليسرى يد فقط. واحدة فقط. نعم، واحد وبطل هو، حصل على ما شاء الله المركز الثاني، أبطال العالم. يعني انتوا هناك لو تشوفون الأمريكان اللي كانوا موجودين هم متعجبين كيف هذا عراقي ويجتاز البريطاني و الأمريكي ويحصل على هذا الوسام. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا.
طيب هل هناك معوقات واجهت أبطالنا قبل المشاركة؟ والله حقيقة احنا كنا نعاني من بعض الأمور اللي هي أولا عدم معرفة التصنيف، لأن مقارنة التصنيف باللجنة البارالمبية الدولية بالآي بي سي ما كان عندنا تصور واضح أو صورة واضحة عن التصنيف في البطولات العالم العسكرية، فوجدنا أكو هناك اختلاف وتشابه بسيط جدا، هذا مما يعيق عملية اختيار اللاعبين. لو احنا كان عندنا تصور دقيق جدا على الكلاسيفيكيشن التصنيف الوظيفي والطبي للاعبين كان ممكن انه نختار رياضيين يحققون أوسمة يعني أيضا فضية وذهبية وبرونزية، فهذا يعني معوق آخر يعني واحد. والمعوق الثاني حقيقة نحتاج إلى كثير من المعدات وال يعني عملية التدريب الرياضي أصبحت الآن يعني ليست عملية بس إعداد وحدة تدريبية، لا هناك مكملات غذائية، هناك أدوات مستخدمة، تكنولوجيا رياضية، يعني حتى التسويق الرياضي دخل بالعملية المنافسة وشون راح يأثر بالمجتمع. فهذه معوقات إن شاء الله نحاول قدر الإمكان برعاية السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش والنادي والهيئة الإدارية ورئيس القسم أنه نتغلب على هذه العقبات. نحتاج إلى دعم مادي، نحتاج إلى دعم معنوي، نحتاج إلى أن نهيئ الأرضية الصحيحة لعملية التدريب لكي نستطيع أن نواصل الفرق. والحمد لله احنا بهذه إمكانياتنا المتواضعة المتوفرة استطعنا أن نحصل إنجازات تليق باسم العراق إن شاء الله. طيب نتحدث مع الأخ، ممكن أستاذ أحمد تنطي المايك. نعم. أو شي حياك الله وألف مبروك لك هذا الفوز. حدثنا عن مشاركتك بهذه البطولة وحدثنا أيضا عن نوع الإعاقة اللي أنت بيها والرياضة اللي مارستها وبالتالي حققت أيضا الميدالية الفضية، صح؟ الميدالية أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر المدرب والسيادة عقيد أحمد سودي وقسم والنادي الجيش على ما قدمناه وقدمونا. أنا لاعب رمي ثقل وأختي مصابة برجلة، يعني أصابة عندي برجلة. الله يكون بعونك. وشاركنا ببطولة هولندا لهاي وحققت الميدالية الفضية وتغلبنا على اللاعب الأوكراني واللاعب الكوري. حلو. اي والله. والحمد لله والشكر على ما قدمناه للنادي. الله يبارك. شويه احكي لي شلون كان استقبال العراق لكم؟ هل هناك الاعلام سلط الضوء على هذا الموضوع او مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله العظيم يعني مو ذاك الاعلام اللي يعني اللي مسلط علينا، يعني مثل ما بانا يعني مثل يعني مثل باقي الدول يعني. مثل باقي الدول اكو اعلام قوي عليهم مسلطها، يعني احنا ما لقينا عند شيء قليل. شيء قليل يعني خاصة يعني من وزارة الدفاع. نعم. طيب ان شاء الله قناة زاكروس الفضائية كلمة قسم دائما يسلط الضوء وياك. نعم. تسلم دكتور سعد، يعني كونك انت المدرب تبعهم صح هذا الشيء؟ تمام. طيب لابد اليوم ان هم يستحقون انه ينذكرون بكل المحافل. اكيد. يعني هم كشخصيه ضحوا بانفسهم وروحوا من اجل هذا البلاد، واليوم دا يقدمون انجاز اخر، دا يرفعون اسم العراق ما بين العالم اجمع. تمام. يعني مو ما بين بلد واحد. ليش الاعلام اليوم مغيب عنكم؟ ليش الاعلام اليوم ما مسلط الضوء عليكم؟ منو السبب؟ السبب من الاعلام ام السبب من الجهه يعني التابعه لحضراتكم؟ حقيقة هو أكو يعني أكو عامل مشترك ما بين الطرفين. نعم. يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الوزارات وما بين الدوائر الإعلامية أو القنوات الفضائية. نعم. أو وزارة الإعلام بحد ذاتها مع تشكيلاتها ومؤسساتها. احنا المشكلة اللي جاي نعانيها أنه أغلب الفعاليات الفردية لا تلاقي يعني دعم إعلامي واضح مثل بقية الفعاليات الرياضية. نعم. مثل كرة القدم. أصبحت كرة القدم يعني هي أخذت الحيز الكبير جدا. صحيح. قياسا بالفعاليات، علما أنه الفريق المنتخب الوطني مع طبعا جلي واحترامي وتقديري المنتخب اللي هو يمثل بلدي ويمثلني أنا أيضا ويمثل كل العراقيين بكل شرائحه وطبقاته، ممكن أنه الفريق يروح بهالعدد الكم يعني مدربين ولاعبين يصل أعدادهم إلى 30-35 لاعب. نعم. يروح يشارك ممكن أن يحصل بطولة
او لا سامح الله قد يخفق في عدم حصوله او عدم تاهله. ولكن نشوف الفعاليات الفرديه اللي هي الفنون القتاليه والالعاب القوى وباقي الفعاليات، ممكن رياضي واحد يحقق لك وسام لو يمثل البلد مالته ويحقق على مستوى الاولمبيات، مستوى سيادة اسيا، مستوى العالم، مستوى بطولات دوليه. يجب ان يكون يعني التوجه يبدي ياخذ منحى اخر، يعني حتى ذول الناس هاي الشريحه وبالذات يعني شريحه متحدي الاعاقه والعسكريين والجرحى انه يلاقون الاهتمام الحقيقي بهم، يلاقون انه اكو ناس فعلا تدعمهم. يعني هذا ايش قد يعني فد شيء مفرح بداخله، ايش قد يعني الاعلام ينطي يعني طاقه ايجابيه بالتقدم وبالتحقيق. يقول لك شوف يعني هاي القنوات يعني حقيقه اول قناه يعني نلتقي بها هو قناتكم، وهذا فد شيء يشرفنا ويسعدنا ايضا احنا. يعني اعتب على القنوات الاخرى اللي يعني ما واكبت الحدث، اعتقد بس بالقناه دجله جتي لقاء بسيط وتقرير هناك عنه، والباقين اينهم؟ يعني هذول يمثلون العراق، هذول ابطال العراق، جرح العراق، ضحوا من اجل العراق. صح. العراق كبير يحتاج انه يعني الكل يقف معه، وخاصه مع هؤلاء الابطال. زين خلينا نتكلم مع الاخ، اسمه وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا وسام انت فخر لنا ولكل العراقيين. ربي يحفظك. عذرا صوتي من كثر ما شدت فرحنا والفرحه اكيد احنا فرحانين للعراق. وشكرا لاذاعتكم واستضافتكم ان، وشكرا لكل من ناشد ويانا ودعمنا بهذه البطولة العالم في هولندا. والحمد لله والشكر لله، رفعنا رأس العراق وراية الله أكبر بمحفل دولي، وضحنا للعالم أنه جرح الجيش العراق ما ضحوه بالأمس في ساعات القتال، واليوم يحملون رسالة السلام للعالم، نوضحها للعالم انه جيش العراق وجرحى جيش العراق باقين يضحون باخر نفس لهم. والحمد لله والشكر استحصلت على الميداليه البرونزيه ببطوله ساحه وميدان رمي الثقل، ونازلت كان معايا ابطال عالم، هو البطل الايطالي والبطل الاوكراني. فالحمد لله والشكر استحصلنا هاي النتائج، وشكرا لكل من دعمنا، معالي رئيس وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ودعم رئيس القسم سيد العقيد أحمد، وشكرا للدكتور سعد الكابتن الذي سهر ويانا، وشكرا كل من تعاون ويانا، أخوكم اللاعب ناب ضابط وسام علي التميمي. طبعا يا وسام احنا كلش فخورين بيك، وانت بطل من ابطال العراق. والاعاقه اليوم مو اعاقه الجسد، اليوم اعاقه العقل بصراحه. يعني احنا اليوم هواي نشوف ما شاء الله عليهم الجسم متكامل وما بهم شيء، ولكن هم عاطين عن العمل، فاحنا كلش فرحانين بيك يا وسام. الله يسلمك. الله يوفقكم يا رب. طيب اكيد نتحدث مع سياده العقيد استاذ احمد. استاذ احمد، يعني دعني اتحدث عن اللقاء مع الامير البريطاني هاري، كيف كان هذا اللقاء؟ لقاء ايضا الفريق العسكري معه، تحدثنا ايضا عن مشاركتكم وكيف هو شاف النخبه اللي كانوا معاكم. نعم سيدي، طبعا اللقاء جدا جميل وفرح حقيقه والله. قلنا له دزينا المترجم مالتنا، قلنا له الفريق العراقي يريد ياخذ صوره وياك ويريد يسلم عليك. ما اجى مشي، هو امير واجى بالهروله، اجى يركض حتى يوقف في المنتصف مالتنا، ويعني اسم العراق عالي في كل الدول. يعني امير وكانوا دا يتحدثون وياه، وبس وصل له هذا الخبر بانه المنتخب العراقي نادي الجيش الرياضي يريد يلتقط صوره وياك ويريد يسلم عليك. اجى مو مشي، اجى بالهروله ووقف وحيانا وارقى الكلمات، يعني تبادلنا ارقى الكلمات وياه. وهو الراعي الرسمي لهذه البطوله، هي بدعم من لاند روفر وجاكوار،
الراعي الرسمي لها، وهو المسؤول عنها، هو اللي وزع الهدايا، وهو اللي افتتح البطولة وحضر ويانا في كل المحافل. يعني إذا اليوم مخصص للرفع الأثقال هو حاضر، اليوم مخصص للساحة والميدان هو حاضر، يتواجد في كل البطولة حتى في حفل الختام. جميل جدا. حلو. طيب بعد هذا الإنجاز العظيم، المرحلة القادمة اللي ستقومون بها لتدريب أبطالنا؟ حقيقة هذا راح ينطينا فد حافز وفد شيء، يعني احنا ينطينا تقدم الى الامام بعد اكثر، ان نحقق ما هو افضل. اذا حصلنا ان شاء الله في هذه كالعاب قوى، حصلنا خمسة او اربعة اوسمة، ان شاء الله بالقادم لا راح يكون الغلة اكبر. للعلم انه المنافسة سنة بعد سنة بدأت تصير اشد واقوى، لان اصبح تصنيف، قلت لك تصنيف كان مهم جدا حتى تصير عدالة بالفعاليات. يعني إعاقة وسام هي إعاقة مركبة يحتوي على أربع إعاقات في جسد واحد، إنه مكفوف وبتر مرفق وبتر ساق وبتر قدم، ويعني سمع بس إذن واحدة مشكلة. يعني هذا التركيب بالإعاقة صعب جدا إنه نلاقي شبيهة. مع ذلك حقق أبطالنا، الأبطال كلهم اللي ما شاء الله عليهم، وأيضا أشيد بأبطال الأثقال والسباحة مثل ما تفضل عقيد أحمد. إحنا كتدريب راح نبدي خطوة جديدة أيضا، تركيز جدا على 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 الوحدات التدريبية، على نوعية اللاعبين اللي راح نختارهم. إن شاء الله يبقى اسم العراق مرفوع إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد. أستاذ أحمد، يعني إحنا كلياتنا نعرف إنه اليوم أبطال الجيش العراقي بمختلف صنوفه نتيجة الحروب اللي حفت بالبلاد، العديد من عندهم ممكن تعرضوا إلى الإعاقة. كيف اهتمام الدولة بموضوعة المعاقين من قبل أبناء الجيش العراقي؟ وكيف قدرتوا أيضا يعني تعززون وجود هؤلاء الأبطال في المحافل الرياضية؟ نعم، احنا كنادي الجيش الرياضي وكقسم ذوي الاحتياجات الخاصه نحتضن هؤلاء الابطال، لان هؤلاء هم يعني فقدوا جزء من جسمهم من اجل الوطن. نعم. فاحنا نحتضنهم وندخلهم معسكرات تدريبيه، ونحاول نشوف كل شخص منهم في اي لعبه ممكن ان يدخل في هذا، يعني ابدع في اي مجال حتى احوله على الساحه والميدان، او احوله على رفع الاثقال، او احوله هاوين للرياضه. نعم، هو بالأصل كان رياضي، فهذا يكون سهل بالنسبة لي. أما أكو قسم منهم يحتاج لإعداد عام حتى يوصل إلى لياقة بدنية، وإعداد خاص حتى أدخله في مرحلة المنافسات. يعني اللعبة اللي هو بيعني أشوفه أبدع في أي مجال، أو كانت الصورة واضحة إلي أو للمدرب مالته، ممكن أن يختص بأي مجال، فإحنا نخليه بهذا الاختصاص. حتى لو هو قال أنا أدي أصير سباح، بس أنا شفت لا، مو مكان السباحة، مكانه مثلا في رمي الثقل، فأحوله إلى هذا المجال. بالفعل. طيب ما الذي تحتاجونه حتى توصلون لمستوى مميز عن باقي الدول؟ هل تحتاجون دعم أكيد معنوي ومادي، أو تحتاجون أنه البعض من الجهات المختصة تسلط الضوء على هكذا معاقين بس أبطال بنفس الوقت؟ والله حضرتك يعني اختصرتي الكلام بثلاث محاور، إذا اشتركن كل ذني المحاور الثلاثة، الجهة المختصة بالجانب المادي، والجانب الإعلامي، والجهات الأخرى اللي تكون داعمة لنا، مثلا وزارة الصحة، الكليات أو المراكز المتخصصة بالأطراف اللي تخدمنا. يعني حقيقة احنا لو اكو هناك تعاون مشترك، يعني اكو كليات، يعني كلية الطب بجامعة النهرين، جامعة بغداد، اكو كليات مختصة بصناعة الأطراف. هذه راح يعني توخر من عندنا عبء كبير بأثناء التدريب. أكيد. والمنافس راح يجد اكو أدوات. يعني احنا شفنا من خلال المنافسة من زمان، أنا يعني حقيقة مدرب منتخب وطني من 2004 إلى حد 2022، والآن يعني بفضل الله وأتشرف أنه أمثل منتخب الجيش العراقي ونادي الجيش قسم الاحتياجات. هذا يعني من يكون تعاون مشترك مع ذولا راح نطلع بمحصلة إيجابية، هو الحصول على الإنجاز والمحافظة عليه. إن شاء الله. يعني أستاذ أحمد، كونك مدير لهذا النادي، ما هي الاحتياجات الأساسية لتطوير النادي على المدى البعيد، وأيضا على مدى مشاركتكم في البطولات القادمة إن شاء الله؟ نعم، نحتاج إلى مدخرات تدريب، يعني نحتاج دعم من الهيئة الإدارية ومن السيد وزير الدفاع المحترم،
يعني الامكانيات لو نمتلك هالامكانيات بالقاعات، واحنا حاليا في نادي الجيش الرياضي بنينا قاعه متعدده الاغراض، فاكيد القادم احسن، القادم افضل باذن الله سبحانه وتعالى. اكو تحرك على هذا الموضوع؟ نعم نعم، كملت القاعه المسبحيه ومسبح مغلق، كان ناجر مسابح احنا يعني مع الهيئه الاداريه، ناجر مسبح وندرب ابطالنا. الان في نادي الجيش الرياضي صار عندنا مسبح مغلق بفضل السيد وزير الدفاع المحترم والهيئه الاداريه ومدير نادي الجيش المحترم. حلو. زين بعد هذه التدريبات وكل هذه الاشياء تكون تتواصلون ويا الابطال بالايام العاديه لو فقط وقت التدريب؟ لا لا نعم اكيد مستمرين ونلبي احتياجاتهم حتى على المستوى الشخصي. يعني على المستوى الشخصي هم الابطال موجودين هنا. اذا كانت مرحله اعداد احنا نمر بمرحله اعداد عام قبل البطوله، ومرحله اعداد خاص، ومرحله المنافسات اللي هي بها اختبارات حتى نعرف الى اي مستوى وصل هذا اللاعب. من تصير فتره ما بين السباقات اذا محليه او عالميه، هذه الفترات اللي احنا ابدا ما ننقطع عنهم، اكو اتصال مستمر بيناتنا وعندهم حضور كل يوم اثنين، يحضرون حتى لو ما عندهم تدريبات يحضرون الى النادي ونشوف اي احتياجاتهم ومشاكلهم. جيد. طيب دكتور سعد، يعني اكيد احنا نشكر كل انجازاتكم القيمه والعظيمه الصراحه اللي تقدموها لهذه الشريحه المهمه بالمجتمع العراقي. يعني كلمه اخيره اليوم تحب توجهها لكل شخص اليوم ممكن انه يساعدكم ويساهم في تطوير هذا النادي وان نلتقي دائما نحو الافضل، لان هم يستحقون كل الدعم. من خلال منبركم الراقي المحترم الهادف انه اتقدم الى السيد معالي رئيس الوزراء المحترم، وإلى سيد وزير الدفاع المحترم، وإلى سيد رئيس أركان الجيش، وإلى سيد رئيس نادي الجيش، وإلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصة. أتمنى أنه يعني تكون الرعاية بشكل أفضل وبشكل أكبر، وإحنا نتمنى دعمكم ووجودكم معنا دائما ودعمكم المعنوي والمادي إن شاء الله دائما سوف يحقق الكثير، وهذا عهدنا بكم. يعني انتم قيادتنا، واحنا نتامل فيكم الكثير وننظر الى عراق يعني مشرق دائما ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الجهات المختصه بهذا الموضوع، واكيد قناه زاغروس الفضائيه سباقه بهيك مواضيع. شكرا لكم، نورتونا. الله يحفظكم. احنا نحب نشكركم شكر جزيل لان كونكم القناه الوحيده اللي اهتمت بهذا الموضوع ودعتنا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا الى معالي وزير الدفاع، والى رئيس اركان الجيش المحترم، والى امين السر، والى مدير نادي الجيش المحترم، وشكرا جزيلا على الاستضافه. شكرا جزيلا. ممنونين. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الأكارم أكيد مستمرين معكم هذه المرة. وين راح نروح؟ راح شنو أسباب الفتور اليوم أو قطع الصلة بين الجيران إلى هناك؟